تجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم العاصمة السودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المئات خرجوا في مظاهرة احتجاجية في السوق المركزي أحد أكبر أسواق الخضروات والفواكه في العاصمة جنوبي الخرطوم، وإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. إلى ذلك عقد الوفد الأمريكي الذي يزور السودان برئاسة عضو مجلس النواب جيتس باركسيس سلسلة لقاءات بالعاصمة الخرطوم مع عدد من المسؤولين. وشملت الزيارة وزير الخارجية السوداني الدريدي محمد الأحمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله قوش ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر. وطالب الوفد الحكومة السودانية بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات. طالبت اليوم بإطلاق سراح المعتقلين من خلفية أمريكية وأيضا المواطنين السودانيين، وذلك لأنهم لم يقوموا بأي تصرف خاطئ كونهم يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير. المظاهرات التي بدأت سلمية كانت مأذونة وكانت بالدستور، ولكن تدخل فيها متدخل وجعل بعض المسؤولين عن الأمن وحتى لا ينفرض عقد الأمن جعلهم يتدخلون في الوقت المناسب لإيقاف أي تخريب وأي حرق وأي خروج عن السلمية في المظاهرات. بهذا نصل إلى نهاية ملفات الساعة الأخيرة. إلى اللقاء.